اخيرا اول فلوج بالقناه بعد الرجعه. هلا رايحه للجيم وقلت خليني اخذكم معاي. هذا الشهر كله صراحه مو كان احسن شهر بحياتي، كميه القلق والتوتر اللي كنت فيهم ما راح اقدر اوصف لكم. اليوم كمان مش افضل ايام الاسبوع عندي، بس anyways what to do it's life. مو كل الامور دائما بتمشي على حسب ما نحن نتوقع، ف anyways هذه الحياه ما راح اقدر اغير هذا الشيء. المهم we keep going. اول شيء بلش في يومي هو رح أوريكم لحظة، هي كارت التوكيدات، أفكار الإيجابية تولد مشاعر إيجابية. ناخد نفس عميق وكذا رح نبلش يومنا و let's go to the gym. هذا هو my outfit for the gym. رجعت من الجيم حاسه حالي افضل بكثير. او ماي جاد. انيويز راح اشارك معاكم مشروب سحري حلو كثير للبشره، عنده منافع كثيره على الجسم، وصار لي فتره وانا بشربه تقريبا مش يوميا صراحه، كل 3 مرات بالاسبوع اشياء زي كذا. راح ناخذ المي. اوكي راح ناخذ خل التفاح ملعقه كبيره، رح ناخد عسل لانه هو اصلا مر، مشان كذا انا بضيف العسل عليه، بيطلع كذا مشروب فريش. ممكن تضيف عليه الزنجبيل لو حابين. بعدين مي، نخلط كل شيء كذا. كون بس طبعا بليز سووا الريسيرش تبعكم. في مشاعر جواتي مثلا ما اقدر اطلعها، فانا غالبا بطلعها بالبكاء، واتس ريلي جود، وصارت عندي علاقه صحيه مع البكاء الصراحه، وهذا عن طريق الثيرابي، انه ماي ثيرابيست قال لي دائما لو حسيتي بحالك حابه تبكي ابكي، لانه انا زمان حتى احيانا لو حسيت حالي انه حابه ابكي ما ابكي، عرفتوا؟ فاجل ما اكون محتاجه انه افرغ مشاعري عن طريق البكاء ببكي وبحس بارتياح كثير كبير بعد. بعدين شنو حابه اسوي؟ حابه اكتب كل مشاعري اللي حسيتها اليوم عن طريق الكتابه، تطلعيها بتحطيها بورقه وخلص بتخلصي منها. بعد شوي راح احط ماي ميك اب لانه شكلي خرع، بس ما علينا. المهم سلقت بيض وراح احطه على توست، بيضتين مسلوقتين على خبز، ضيف عليهم شويه زيت زيتون، غالبا بحط افوكادو تحت بس اليوم ما عندي. فوالا فوالا. بعد شوي راح اطلع مع صديقتي راح نتعشى برا. ماسكارا هاي جنن، I love love. الحمرة من ماك لوك كيس انك درجة بونسي 85، شوية بلاش again باودر بلاش، I love this one from Too Faced، كتير بحب هذا اللون. شوفوا خربت التيشيرت بالفاونديشن. عندي هذا السؤال خاصة للرجال في الخليج، كيف يقدرون دائما يحافظون على لون القمدورة اللي يلبسونها وكلها أبيض؟ كلها أبيض. أنا ما أقدر، يعني إذا مرت ساعة ساعتين أكلت أو سويت ميك اب، أوكي أنا بنت راح يتوسخ. سو قولوا لنا السر، إيش السر؟ كتير سريعة صرت أنا. أوكي شعري ما بعرف شنو راح أسوي، ممكن أحط بس جيل وأجمعه. This is my makeup I love. وكمان حقولكم وين رحنا انا وصاحبتي. قررنا نروح للمول نتعشى هونيك، وما رح اخذ الكاميرا معي، رح اصور لكم شوي بالموبايل. سو يلا. ماريا هولا جوابيتا كيتا، ليه ما هدري مع الكاميرا، هدري مع هدري مع الفالورز. هلا اوكي وي ار هافين دينر في التركيش ريستورانت. يام يام. اليوم الثاني جايز من الاسبوع، زي ما انتم شايفين حاطه ميك اب، وبس صورت فيديو جديد اليوم وسويت له ايديتنج وحطيته على اليوتيوب. ام سو براود اوف ماي سيلف، لانه عن جد كنت خايفه انه اوقف، عرفتوا؟ فقلت لا هاي السنة ما رح تتخلصوا مني، صدقوني ما رح تتخلصوا مني حتى لو كان في 1000 مشاهدة على كل فيديو.
زي ما قلت لكم قبل انه تعليقاتكم اثرت فيا كثير بشكل ايجابي، لانه حسيت قديش انا كان تاثيري بشكل ايجابي على كثير من البنات بالوطن العربي، يعني مو بلد واحد، كل البلدان بالعالم العربي. I was like oh my god. هلا قاعده اسوي لكم هذا الفلوج. اليوم رايحه مع صديقتي اجان، كمان راح انام عندها لانه بكره يوم الاحد، فراح نروح للبيتش، فكمان I'm gonna take you guys with me. بما انه الويكند طالعين انا وصاحبتي لبرا عشاء، ما راح اضل بالبيت. نو واي. في عندي هدول الشوز راح البسهم والشنطه، وكمان حضرت شنطتي لانه راح انام عند صاحبتي، فحضرت اشياء للبحر والميك اب وهذه السوالف كلها. سو هلا بس بستناها تيجي وراح نروح مع بعض نتعشى، وبعدين اروح عندها بالبيت ونقضي الاحد مع بعض. هذا هو اللوك، قالت التصميم شغالة. anyways so هذا هو الاوتفيت، قولي ايش رايكم. وراح احط هذا العطر، هذا العطر من YSL، هو المفضل عندي هالفترة. so nice. يا سلام. اوكي خلاص صرت جاهزة، راح استناها وراح نروح مع بعض. اوكي هاي ماريا. أقول لكم شوفوا الجمال، الجمال ماريا. اوكي صباح الخير جايز، هذا هو فطورنا مسمن البيض. تشرا. على فكرة أنا لبسة أوتفيت كله من عند ماريا، هي اللي لبستني اليوم. I love it. وهلأ رايحين للبحر. المهم الجو كتير حار بس still it's fine. How are you today? Very good. Hot. صباح الخير بعد الويكند، اليوم يوم الاثنين بداية الأسبوع، فأول شيء راح أسويه راح أروح للجيم طبعا. أوكي المهم في الويكند صراحة سهرنا ما نمناش كويس، تقريبا كنا صحيين لنين 4:30 الصبح، وعن جد انا ما اقدر، ما بعرف، ما اقدر على السهر صراحة، يعني ما صارت عندي القدرة على السهر. فمثلا لو سهرت مرة بالاسبوع لازم لي يومين عشان بس ارجع طاقتي، فما اقدر كتير على السهر. ف anyways it was really fun صراحة، we had so much fun مع ماريا صديق. طبعا حاليا انا single، فهالفترة بحياتي بتذكرني بايام زمان لما كنت طالبة بدرس و كنت مع صديقاتي نطلع برا. It's just like so much fun and I love it. So let's go to the gym. كمان اليوم على فكرة في عندي تصوير، رح يجي حدا رح يساعدني بالتصوير، رح نروح ل different locations. So I'm so excited. Let's go to the gym. Okay guys الجيم فاضي، بعرف الإضاءة ليش كذا. ما في شيء. او ماي جاد لازم لي اسوي فود شوبينج. في عندي بعد ما في عندي. اوكي بعدين رايحه اتحمم واجهز حالي للشوت، عندنا كذا لوك راح نصوره. سو حتى الميك اب اتوقع راح اغيره كذا مره. سو ليتس سي. طبعا جايز هذه صارت عادتي كل صباح اصبح على التوكيدات، هاي هي توكيدة اليوم. أمنح الأولوية للعناية بنفسي والاهتمام ببشرتي والحفاظ على صحتها. رح أكل البيض مع زيت زيتون، ما عندي خبز بالبيت بستنى يوصلني. I just ordered. حممت، هلأ راح أحط some skin care. عندي ألف شغلة وشغلة أسويها اليوم، منها لازم أحضر الميك اب، لازم اسوي شعري، وراح نروح نصور الكونتنت. والجو كثير حار بدبي على فكره، سو ان شاء الله خير. كمان عندي البيت مكركب، راح اصور شوي هون بالبيت، فلازم ارتب وانظف. اوكي جايز هذا هو مكياجي لاول لوك، اتوقع راح اخلي هذا الميك اب لجميع اللوكات، ممكن اضيف عليه شويه سموكي بعدين ما بعرف. ووصلوني الجولري للشوت، جولري من تيفاني اند كو.
هذا الشوت في عندي كولابوريشن مع تيفاني انكو. خلونا نشوف الجولري اللي بعتوها لي. هدول هما الايرينجز، فيهم دايموند زي ما انتم شايفين، وبعدين في النيكليس. هذا هو النيكليس، سو بريتي سو بريتي بريتي. This is the necklace. بعدين في الأساور، هذه هي الإسوارة، كمان فيها دايموند هنا، so nice، زي اللوك هي. بس we're gonna stack them. هدول هما البريسلتس. I love love love. شوفوا وكوري اليوم راح يساعدني بالتصوير والستايلينج. Let's go. طبعا اليوم متحمسين كثير لانه حنصور كثير لوكات حلوه. وطبعا ميمي I love 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 ميمي so much. We've been knowing each other for the longest time ever. I can't wait for us to shoot. Yes, I'm super excited. هذا هو اول لوك على فكره. كارولينا هيريرا. Yes, let's go. This is my first outfit. مع الجولري. هلا رايحين برا. It's so hot. Oh my god. But we're gonna keep it quick. Yes, let's do it. اليوم راح اقول لكم قديش حر 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 حر. Oh my god. حرام شوفوا كوري he's sweating. Good job, good job. Honestly, yellow second look down. Yeah. Two more to go. two more, okay. Two more to go. Let's okay. go. We're gonna show them the look. شوفوا guys. طلع 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 شوف. شوف الجمال، شوف شوف الالوان، شوف الحركات. يلا 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 يلا. اوكي هذا is out of my comfort zone، بس لما رح تشوفوا الصور بالانستغرام. Exactly. It's a safari inspired look. Exactly. Look at it. Look at the leopard pattern. Okay. You know, an interesting fact. بيقولوا لك لو عايزة تعملي مصاري البسي نمر. I love.